اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الضفير اليوم مع سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود، وتم خلال هذا اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.